مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوس بحري. طبعا من زمان ما طلعت عليكم بأمور قانونية ومواضيع قانونية، فاليوم أبي أتطرق حق شيء يعني خلينا نقول الأغلب قديما وحاليا يعانون منه، وبالأخص نخص فئة المؤجرين، الأشخاص اللي عندهم شقق أو عقارات ويأجرون. طبعا كلنا عارفين بأن من التزامات المستأجر بأنه يقوم بسداد المبلغ اللي هو مبلغ الأجرة المتفق عليه بينه وبين المؤجر، عاد شهريا أسبوعيا سنويا حسب اتفاقه مع المؤجر. اليوم أنا بأتطرق بشكل مختص عن تخلف المستأجر عن هذا الالتزام وهو سداد مبلغ الأجرة. في هاي الحالة شنو على المؤجر أنه يسوي؟ شنو يقدر يسوي؟ هل يقدر أنه هو يدخل هاي الشقة ويطلع الأغراض ويطالب بخروج المستأجر كذي من العقار؟ طبعا لا، لازم على المؤجر بأنه هو يخطر المستأجر بأن أنت يا فلان ترى أنت تأخرت عن سداد المبلغ المتفق عليه وهو مبلغ الأجرة، يعطي مهلة. في حال عدم سداده لهذه المبالغ المتخلفة يقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الإيجارية، وبصدور حكم قضائي من المحكمة والذي ينص على سداد المستأجر للمبالغ مبالغ الأجرة المتأخرة وإخلائه للعقار. هني من حق المؤجر بأنه هو يفتح ملف تنفيذ ويعين منفذ خاص ل يعني إتمام هذه الأمور وإخلاء المستأجر اللي هو بيكون منفذ ضده لهذا العقار. هذه بتكون الإجراءات القانونية اللي ممكن للمؤجر القيام بها أو اتخاذها، مو أي إجراء ثاني لأنه راح يكون غير قانوني.